كون خرجنا بيلانتيات كنا تايقين في موطع غيتفهم غيتالق وغيتوفق في بيلانتيات حيت عندنا تبارك الله جول تبارك الله بمعنى الكلمه كاين ماشي مشكل حنا هادشي ما غاديش يهرسنا بقى لنا العصبه وبقى بطوله بقى كاس العرش بقى الالقاب ان شاء الله جايين ومن هذا المنبر الله يرحم الاخ ديالنا فالوح كنا صراحه هذا اللقب بغينا يكون كهديه ليه حيت كان الحلم ديالو انه يدي القاب بزاف مع الوداد ولكن ان الله قدر ما شاء فعل ان شاء الله باقي الخير جاي لقدام ان شاء الله التقييم ديال الخساره فيه بزاف كوتي بسيكولوجيك فيه بزاف الحوايج حنا لعبنا وما لعبناش لعبات الوداد بلوك با ما كانش خاصها ديرو حيت سانداوس كتلعب تكنيك ديال بلوك افونسي بلوك افونسي كتلعب بيه سانداوس الوداد كتلعب بلوك ميديوم بلوك ميليو اليوم ما كانش جبران بقى عندنا خصص كبير جبنا نود الفرقه كيجري لك التيران ديال بصح كيف كيديروا بزاف لعابه في الاوروب لعابه ما كانوش في نهارهم ما كرهناش كون شفنا الدراري في نهارهم بالضبط ما جاو الكليما ديال التيران كان صعيبه جمهور تبارك الله عليه جمهور كان خدم سيستم داتاك اكثر من سيستم ديال السيبورت لعبوا علينا في كوتي بسيشيك ديال بصح خرجونا من الماتش ما عاكر احنا ما عمرنا شفنا ان سانداوس كتلعب على تضيع الوقت ولكن سي لاكو هذا هو الكاس خاصك راه تقدر تضرب راسك في هذاك الماتش باش الكره تضيع حنا كنا بغينا نشوف الوداد هي الوداد دقيقه 80 دقيقه 70 دقيقه 90 ديك اللعبات اللي لعبات بلوكا فونسي واخا ما كاين جبران بعض اللعابه بانت بلاصتهم ما كرهناش كنا بغينا نشوفوا الحتيمي انا نشوفوا جبران لعاب اللي ما كانوش في نهارهم لعاب اللي غلبات عليهم طابع الصبيانيه نقدر نسميهم بوهره حيمود بوسفيا اللي فريمون ما بانش بوهره اللي بان حتى الاخر تسمع الهضره خرج فريمون داك التيغم ديال خرجونا من الماتش واخا ما كناش هنايا كانوا دراري كسيبورتيو الحاجه الوحيده اللي فرحتني في الماتش انه دراري كسيبورتيو صافي فهمتيني كانت الوينرز حاضره بقوه كانوا كسيبورتيو حتى 90 ومازال ما عارفينش الحيتيات اللي وقعوا لهم مي الحاجه الزوينه انها عندها جمهور تابعها ما كناش متوقعينها كنا كنتمنوا اننا نفوزوا بهذا اللقب كنا كنتمنوا نفوزوا زعما تكون يكونوا زعما كون ماركينا بزاف يعني كون كنحسن كنحس بزاف د الحوايج كل اللي زعما ستريس بزاف ستريس وبزاف د الحوايج تبارك الله عليهم يعني واخا ما حققناش هذا الفوز تبارك الله عليهم و زعما تبارك الله عليهم وصافي طعم الخساره كيف ما بغى يكون الحال كيبقى ديما طعم مر ما كاينش شي خساره حلوه اليوم كان بالامكان اننا نتوجوا لو اننا ردينا البال مجهول واحد التفاصيل صغيره منا اننا ما خصناش نحترموا الخص اكثر من المطلوب ان كل خص خصنا نتعلموا نعطيه حجمه اليوم لو ان الوداد زعمات شويه ولعبات اوفونسيفمون ولا غير لعبات كيف ما كتلعب فكنا نقدروا نجيو بنتيجه اخرى من غير هاد خساره اللقب اللي كتبقى كيف ما قلنا مره ومره بزاف لان كان اللقب في المتناول ما يمكنش نحطوا اللوم على لعاب بدون لعابه كامله حيت كنلعبوا كتركيبه كره ماشي التنس ولا العدو الريفي غنقولوا ان اللعاب بوحده ما كان ناقص المشكل الكبير اللي كان في الوداد هو المشكل ديال البناء غياب يحيى جبران كان مؤثر ومؤثر بزاف اضافه لغياب مهاجم قناص بقيمه فريق الوداد الرياضي